باش نتكلموا على الانجازات اللي قمنا بها في تنزيل هذا الورش المهم. نذكر بان في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمده تراكم ديال اكثر من 50 سنه كان قل من 9 مليون الناس اللي مسجلين في هذا الصندوق الى نقولوا الى ما تم سنه 2021. في اخر سنه 2023 كنتكلموا على 23 مليون و900 المواطنين اللي تسجلوا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. شنو مكننا من هذه التغطيه؟ اولا عدد ديال المراسيم لتفعيل القوانين، لان كل فئه كان خصها واحد نقولوا الحل، واحد العرض الخاص بها. فنزلت اكثر من 22 ديال المراسيم باش يمكن لنا ان جميع الفئات للأجراء للناس اللي عندها عمل غير أجر، نقولوا المهندسين، الصناع التقليديين، الفلاحة، والناس اللي كانت تستفد من الرميد. فكل مواطن أو مواطنة مغربية اليوم غيستفدوا من هذه التغطية الاجتماعية. كان تبسيط ديال العرض هذا شيء مهم جداً، كاين كذلك إعادة النظر في نقولوا المساهمات ديال عدد الفئات، الشيء اللي مكننا بأن اليوم وصلنا تقريبا 24 ديال المواطنين والمواطنات المغاربة اللي عندهم نفس التغطية الصحية من خلال العرض ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فكان هذا ورش نقولوا سياسي بامتياز، أن نكونوا متفاهمين نقولوا هيكله ديال المجتمع ديالنا في العالم الاقتصادي والاجتماعي، ونجيو بعرض مناسب لكل فئه. وتمكننا من هذا الورش كذلك عبر تفعيل نقولوا سجلين مهمين جدا، اللي هو السجل الوطني ديال الصناعه التقليديه اللي كتشرف عليها السيده الوزيره عمور في وزاره السياحه والصناعه التقليديه، وكذلك السجل ديال الفلاحة اللي كيشرف عليه السيد الوزير السيد الصديقي، والسجل الوطني الموحد. علاش كنتكلم على هاد السجلات؟ لأن في التنزيل كان لابد أن نبسطوا المصادر، أن نوصلوا هاد المعلومة لجميع الفئات، وأن جميع القطاعات الحكومية كتشتغل نقولوا باش يكون واحد العمل في الميدان في جميع مناطق المملكه، باش يمكنوا كل المواطنين يفهموا بان عندهم الحق في هذه التغطيه الاجتماعيه، ان كل فئه كل وضعيه لقات لها الحكومه حل بسيط لكي يمكنهم من الاستفاده من هذه التغطيه الاجتماعيه. هذه من جهه. من جهه اخرى كان لابد ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي نذكر كان مكلف 9 مليون الناس، اليوم ولا مكلف 24 مليون الناس، انه كذلك يحسن جوده العمل ديالو وجوده الخدمات. فنذكر بانه اليوم اصبح كتشرف عليه وزاره الاقتصاد من الماليه، وتوفرت له جميع الامكانيات باش يكون هذا الجوده الخدمات. كيفاش تمكن؟ اولا تم فتح اكثر من 45 وكاله جديده ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولكن هذا غير كافي. كان لابد ان يكون عنده شركاء اخرين اكثر من 8000 عبر نقولوا الوكالات اخرى ديال بحال باريد بانك او لا كاش بلس، باش في جميع مناطق ديال المملكه يتمكنوا الناس يتسجلوا، يتمكنوا كذلك ان يوضعوا الملفات. اليوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توصل يوميا اكثر من 60000 نقولوا ملف، في حين كان كيتوصل بقل من 20000 ملف في هذه سنتين. ف كاين توسيع الشبكه، كاين استثمارات مهمه جدا في نقولوا التحول الرقمي ديال الصندوق، باش يكونوا تطبيقات عبر الهاتف عبر الانترنت، باش نسهلوا هاد العمل ديال نقولوا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كذلك تمكن الصندوق بانه يقلص من عدد الايام لتعويض الناس في الوقت اللي تيكون عندهم ملفات في التغطيه الصحيه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.